ليش؟ طيب ليش نستحي لما نقعد مع ربعنا او اي احد ما نستحي ان نقول احنا شيعه؟ ليش؟ اسألوا اي شيعي، اي شيعي مننا اتحدى له قاعد مع سنه يقول لهم انا شيعي، والله اتحدى يقول لهم انا شيعي، ما يقول، لانه عارف بنينا على خطا. انا كل ما اسال، كل ما اسال امام او اسال شيخ اقول له ليش احنا نلطم؟ ليش احنا نلطم؟ ليش احنا ندفع خمس؟ الفقير فينا يدفع خمس، والغني فينا يدفع خمس، الظالم والمظلوم يدفع خمس، اللي يبيع مخدرات ويشتري خمور وفاتح مصانع خمور يدفع فيهم خمس. ليش مشيت على الكل؟ وين العدل؟ ما في عدل. ليش ما ترضون على بناتكم المتعة ترضونها على بناتنا؟ عروض ما تنباع بفلوس وعروضكم ما تنباع؟ ليش؟ هذه أسباب كثيرة، والله كتاب قواميس مناهج ما لها أول ولا تالي، ما لها أول ولا تالي، بس أكثرهم أكثرهم خذتهم العزة، والله أكثرهم خذتهم العزة، أكثرهم خذتهم العزة. وأنا أقولها قدامهم كلهم، ماني خايف لا من أبوي ولا من أحد، أنا خايف من الله سبحانه وتعالى، واقولها قدامهم، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله، بريء من دين الاثنى عشرية، بريء من دين الاثنى عشرية، دين الخمس والمتعة واللطم والضلال والظلام، لا اله الا الله. يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيؤويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. هذا الدين اللي أنا خرجت منه، هذا المجتمع اللي أنا عايش به، هذا هو. الحمد لله اللي نجانا منكم يا حفالة التاريخ، والله حفالة الأديان، ولكن الهندوسي أحسن منك، المجوسي أحسن منك، المجوسي على الأقل عنده عقيدة، عنده عقيدة يؤمن بها. الحمد لله الذي نجانا منكم.